بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الأخ أنور البلكيمي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيه وأن يغفر له. إحنا عندنا يعني لا أنت عارف اللي في قلبي ولا أنا عارف اللي في قلبك يعني، لكن لما بنيجي نجتمع في مكان زي ده بنحط يافطة كبيرة. إيه هي؟ أن المعروف شرعا يجب أن يكون معروفا بيننا، وأن المنكر شرعا ينبغي أن يكون منكر بيننا. فأنت ممكن تبص تلاقي الأخ مثلا في السؤال اللي فات بيقول لي لا ده كان في عندكم تنازلات، مثلا أخ يقول والله وهكذا. فده الدعوة العامة التي نتوصى بها. وارد حد يكون في قلبه مرض، وارد، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وارد حد يكون قلبه سليم فتعرض لفتنة فوقع فيها، وارد. طيب ايه دور هذا المجتمع صاحب هذه اللافتة لما يجد كده؟ تقويم الخطأ. وللأسف من مفاسد العمل العام انك لازم تكون عنيف في التقويم. وبالتالي الإخوة في الحزب فصلوا الأخ أنور. أنا أوصي الإخوة اللي يعرفوه عن قرب إنهم ما يعتبروهوش فصل من الحياة. لا، ده راجل أخطأ، الله أعلم. أنا إلى الآن قصة غامضة جدا يعني، ولكن هم فصلوه من الحزب لأن أقواله متضاربة، فإذا هو مسؤول عن هذا التضارب. يبقى لو الرواية دي صحيحة يبقى الأخرى كذب، طب لو الرواية دي كذب. لكن أنا أوصي الإخوة القريبين منه أنهم يقربوا منه وينصحوا في الله تبارك وتعالى ويرغبوا في التوبة. ويعني موضوع لعله لم يطق فتنة السراء، وهي فتنة عظيمة، فيحمد الله تبارك وتعالى يعني على هذا القدر، نساعده على التوبة، لأن ده دورنا كمجتمع مسلم. الناس لكن احيانا بتضطر يكون رد الفعل عشان يبقى فيه تصويب وتصحيح وزجر يكون سريع وحاسم.